مرحبا من جديد. خلال هذا السكشن رح نستكمل كيف احنا نتعامل مع الداتا او نشتغل معها من خلال داتا فريم قبل ما نبلش فعليا في عملية الفيجواليزيشن. اليوم رح نتعرف على فكرة الميرج، كيف احنا نعمل ميرج للبيانات او لداتا سيتس مختلفين جايين من اماكن تانية من خلال داتا فريم. اول شي رح اعرف اثنين داتا سيت مختلفة رح اجهزهم من خلال داتا فريم، وبعد كده نبلش نعمل لهم ميرج سوا. لو حكينا نحن عندنا في داتا فريم 1 ومن خلال داتا فريم ابلش اجهز في اول داتا سيت، نحكي انه هاي فيها كي، والكي هاي بدي اخذ لستة من الاحرف او من القيم الفاليوز. نحكي في عندنا اكس، عنا زد، خلينا نضيف كمان values، نحكي انه بدنا نضيف مثلا كمان y و z بالإضافة لاتنين x في x x، ونعرف هون انه في عنا داتا سيت الرينج اللي هي الكولوم الثاني، داتا سيت 1 وننشئها ان بي من خلال نمباي، ننشئ دوت الرينج 6، بعد كده نستعلم عن هاي حتى نستعرضها ونشوفها سوا. تمام، عنا داتا ست أولى اللي هي دي فريم 1 تحتوي على 6 عناصر اللي احنا شايفينهم فيها هاي البيانات ما بين كي و كولوم الثاني اللي هو داتا ست 1. خلينا نعمل كوبي بيست لهذا الكود، بس انه نخليه انه هو عبارة عن داتا فريم تاني. في داتا فريم الثاني هخليهم جاست 3 بس 3 عناصر. احنا نحكي انه هون داتا ست 2، العناصر اللي هخليها اللي هي هشيل وهخليهم كيو كيو واي زد، والارنج تبعها خليه 3، ونتعرف على دي فريم 2 كيف شكلها. تمام، هلا صار عندنا موجود 2 داتا سيت مختلفين بيحتوي على بيانات مختلفة. كل واحد الداتا سيت الأولى كانت بتحتوي على 6 عناصر أو 6 روز، الداتا سيت الثانية بتحتوي على 3 روز. هلا اللي بدنا ناخده بالاعتبار عملية الميرج. الميرج هي عبارة عن function موجودة في pandas، يعني نقدر نقول إنه إحنا حنستدعي pandas اللي هي بالاختصار تبعها bd dot merge اللي هي data frame الأولى كوما دي فريم الثانية، حتى لقيت حصلت عملية الميرج ما بين الداتا ست الأولى، أخذ نفس الكي المشترك اللي هو زد زد واي، وراح جاب القيم الخاصة في كل واحدة فيهم. فالميرج هون اتطبق فين؟ اتطبق على البيانات اللي فيها مشترك، اللي هي عندنا في الداتا ست الأولى كان موجود اللي هي اكس زد واي، فراح أخذ زد واي موجود عندنا 2 زد واي، وفي الثانية كان فيها كيو واي زد. بالتالي في نقطة تلاقي ما بين التو داتا سيت ما بين زد وواي، فراح جاب لي اياهم واللي حصل الميرج عندهم. هلا ممكن كمان هذا بشكل باي ديفولت، ممكن كمان لو احنا رحنا وضفنا باراميتر تاني اللي هو الباراميتر هذا بيساعدني انه احدد وين بالضبط تحصل عملية الميرج. فانا هون لو خليتها عند الكي هلاحظ انه هي حصلت عندي على نفس النتيجة،
والسبب انه هي بتنفذ بشكل انه هي باي ديفولت بتنفذ عند الكي، وبالتالي خط بالاعتبار هذا الاشي. طب ممكن نضيف باراميتر تاني عليهم، لو احنا مثلا رحنا على كود بشكل جديد، في الكود هذا ضفنا كمان باراميتر يحدد لي هاو، كيف بدك تبلش او كيف بدك تعمل الميرج، ليفت رايت الى اخره. فانا بدي اقول بدي اعملها ليفت، خليني اشوف كيف بدي يطلع. في الليفت هذا للناس اللي اشتغلت اوريدي قبل كده جينيو عملية الانر او الاتحاد او الاشياء هاي اللي من خلال تعاملنا مع الاس كيو ال، الناس اللي اشتغلت مع الاس كيو ال داتابيس، هتلاحظ انه الداتا سيت لما كل داتا سيت تشتغلها مع بعضها فيها ترابط او فيها عملية الميرج لما تحدث. طبعا هاي بنسميها عملية الجوينينج او الجوين، هي انر جوين، ليفت جوين، رايت جوين. الموضوع هون نفس الشيء، يعني في تشابه في الفكرة، انه احنا بنعمل ميرج ما بين داتا سيت مختلفين، بس انه احنا مثلا بنحدد لها ليفت يعني يجيب لها من الشمال، بالتالي هو بيروح بياخذ داتا سيت الاولى ببلش فيها وبيعتمد كل عنصر فيها وبيذكر. هلا الداتا سيت الثانية بيروح بيشوف اذا كان في عنصر موجود متوفر بذكره، اذا مو موجود بيكتب نن، او انه الفاليو نن فاضية. هلا على صعيد تاني، لو احنا اخذناها بالضبط مثل ما هي وخليناها رايت بدل ليفت، ورحنا شلنا الرايت الليفت وطلبنا منه انها تكون رايت، هلا اللي حيحدث هان انه احنا رح نحصل على نتيجة انه تحافظ لي على القيم اللي جاية من الداتا سيت الثانية، تمام، والنن حتظهر عندي في الداتا سيت الأولى بالضبط. هو راح جاب ذكر كل الداتا سيت الثانية أخذها بالاعتبار، واللي مو موجود قبلها فراح ذكرها إن هي نال فاضية. نفس الشيء في عنا خيار ثالث في عملية الهاو اللي هي الأوتر. الأوتر هاي بيكون الخلاصة منها إنه إحنا نحصل على كل القيم، فبالتالي ممكن نحصل على نان في الجهتين في الداتا سيت التنتين، يعني يجيب لي كل الداتا سيت او كل الكي، بما ان انت بتعمل ميرج عند الكي، جيب الكي كلها جميعا، وين في داتا سيت متوفرة فيها بياناتها اذكرها، مش متوفرة اذكر انها هي نان او فاضية. هذا باختصار لموضوع الميرج، موضوع كتير بسيط بس انه احنا محتاجين نفهمه، بحيث انه لما نبلش نجهز في الداتا سيت قبل عملية الاناليسيس او الفيجواليزيشن نحتاج انه نفهم بالضبط شو البيانات اللي بدنا نذكرها او بدنا نحصل عليها لحتى تكون ضمن التحليل، ونحصل بالنهاية على insights معنية او خاصة في البيانات اللي احنا already فعلا بدنا اياها، بدنا نحصل على الباترنز تاعونها.